بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات دبغل أفرتن إيه سيديد إلى آيات دبغل كنتن إيه تضبع سورة الأنعام درسيه هو آيات يودن بيسي وحيا هيد وعلى الذين كوي هادو يهودو بي حرمنا وحنك حرام يلي كل ذي ذفورن وعدي الصاحبة يعني ووحا أن ذكر الشيخ اللهين سيد قيل إيا قرية يقى وحيدة هذين إسرائيل بان نغا حرام يلي الله نوحي إليه عقوبة اللوغ حرام ومن البقري لوضع إيا والغنم أرغ حرمنا وانك حرام يلي عليهم تشوى صحومة محايد لوضع إلا ما حمل وحي حنبارتما يظهور ما دبركوض لوضع إيا أرغ أول حوايا محيد مو حنبارين أو مختلط بعظم لفوح قدر سمي مركا حيد حرامتي واتكليها يتعلوش وين كوغارن وين ذلك حرام يلي دلغا حرام يلي جزيناهم وان كو ابال مريناي ببغيهم بسبب بغيهم ظلم غاد وين لا صادقون ربان شيغين يقول لي يبوا بين الليال نبيغا وخا لغو دي فانك دبوكا هدي كوبينيا وحق مركا دو شيغتا اي كوبينيا حقاً شيئاً أو كمذيع إن إسرائيل لقى حرام يلي، فقولوا حاتر ربكم ربيين ذو رحمة، رحمة أحد صاحبه وواسعة وبلادن، ورقوا صننا إنك سواء الدنب لها تاني، الله رحمة دي سوى بن أول، ولا يرد لمع علي بأسه، إقابتي سيدب كيسنا عن القوم قومك المجرمين، سيقولوا، ومستقبل سينتو نبقى له شيء وحيكون له دون بالي. سيقول الذين كفروا حيكونه دونا أشركوا مشركوبي لو شاء الله الله دو دونا ما أشركنا معنا شريك يلا ولا آباؤنا أبيوغا ينا ما شريك يلا ولا حرمنا ما أننا حرامين من شيء وحبب ما أننا حرامين ما حرامين بليه هذا الله دونا الله بليه وحيكونه دونا المشركين وحوي وامر مرسيه هدي الله دونيو دي مرنا مشكين ما نكونين الله سيدن دونيه ابا يوغا يغي هوري ايغونا ما شريك يله وحنا ما نحن حرامين بيد سيقولوا وهي ديه دونان الذين كوي اشركوا مشركوبي او مشركين تاها لو شاء الله الله دو دونو ما اشركنا ما شريك يلهن او الله عبادته وحكل لما ودا جنين ولا اباؤنا ابا يوغا يغي هورنا ما شريك يله أنو يجيم برعسنا، ولا حرمنا ما أننا حرام يلين من شيء وحبب ما حرام يلين. الله عليه كذلك صدع، أي قلادو البنت أشجعان يكذب الذين كونا أبن شجعان من قبل مكوري حقا أبنية حتى ذاقوا إلى إذا دميان بأسنا دبك يجد دميان. صدع كون بين الليل ويهين أم بيكويهرنا بين الليل وهاينو أي حق أودي دنايان أبنيين. ila ibbaasi ku dhac dhibaato ku dhacay markay intii nabiyullaahi muusa ka horreysay dadka waa la roog jiray ciqaab lagu baabeen jiray kadalika sida kuwana u been sheegeen oo xaqqa u beeniyeen ye kadaba ladina kuwi u been sheegeen min qabli biya ka horreeyay hadda daaqo ila ay ka dhadhamiyaan baasana dibka iyaga dhadhamiya markay been sheegeen oo xaqii beeniyeen yaa la halaagay qul waxaad ku tiraa mushrikiinta hal indakum aktiina maya min ilmin خبر يراته وح علمي أكتي إنما يهي قد وحكو أكتيهين وفتخرجوه لنا أدنوس وصارتان ونطستان إن تتبعون ما تتبعون مرة عيسان إلا الظن ملأ مياني وإن أنتم ما أنتم إذن كنا متهدين إلا تخرصون إن أدملاء واليسان خرسك وحالي إسكقياسدون وحضون أسكقياسي بالي الله وحليه وحضر الشيكتاه wax cilmi oo waxna sheegaysan ku saabsan oo wax laga garto mabaad haysan waxay ku socdaan ma aha cilmi ma aha waa mala awal wey qul waxaad ku tidhaahaa indakum aktiina ma yahay min cilmi wax cilmi ahaba yaraade aktiina ma yahay oo fatukhrijuhu lana adno soo saartaan in tattabi'una ma tattabi'una mar raacaysan illa dhanna mal'un mooyaane malana wax la raaca maaha وإن أنتم ما أنتم إذكم متين إلا تفرصون إن إسكمل أولي سان إسكقياس سان موي
aayada waxaan garanayna in dadka lala doodi karo dadka xaq diidayaasha waa lala doodi karaayo xujja la soo hordhigi kara bal inay in yarna soo waantoomaan qul waxaa tiraahdaa nabiga ilaahay maxamedow falillaahi allay u sugnaatay alxujjatu xujjo allay u sugnaatay albaaliqatu oo xeel dheer yacni xujjo waxa weeye waxa dadka lagu garo idinku xujo ma haysaan xujo allah iyo xujo xeel dheer oo kaamila falow shaaa hadduu alle doonana lahadaakum idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantii ee waxa weeye mashiicadiisu hadday ku tacalluqdo idin hanuunin lahaa asaa laatee xikmad alle ogyahay darteed meelahaasoo kale lama farageliye yaad la hanuuni weydana shaydaan baa idin duufsaday marka alle xujo kaamil uu leeyahay oo cid walba dusha laga saari oo lasoo hordhigi oo baaliqo oo xeel dheer yuu alle leeyahay idinku wax xujood haysaan ma jiro oo iska hadlaysaan weyn qul waxaa tiraa falillaahi alla waxaa u sugnaaday alxujjatu xujo albaaliqatu oo xeel dheer kaamila oo wax walba caddayn falow shaaa hadduu alle doonana lahadaakum idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin qul waxaad ku tilaabale qul haddaad aragto waa canaane ogow qur-aanka makiga aqusha ku badan qul waxaa tidhaa haluma balla kaalaya u yeedha keena shuhadaakum markhaatiyaalkiinni waxaan aad sheegaysaan idinka markhaati ah alladiina shuhadadii yashhaduuna ka markhaati kici ana allaha alle xarama inuu xaaraam yeelay haadaa waxaan idinku aad xaaraam yeesheen fain shahiduu hadday ku markhaati kacaan oy markhaati keenaan markhaati ku sheeg falaa tashhad macahum ha u qirin waa runtiin ha dhihin oo gar ha uga qaadani walaa tattabic raacin baa nabiga lagu yidhi ahwaa alladiina kuwii jacaylkooda ama hawadooda kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey iyo waladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynin hawadooda ha raacin bilaakhirati aakhiro wahum iyaguna yacdiluuna waxay wax kale barbar dhigi birabbihim rabbigood bay wax kale soo barbar dhigi oo ila caabudayaan nabiy ilaahi maxamed waxaa lagu yidhi bal waxaad ku tiraa inuu alle waxaan aada sheegaysaan xaaraam yeelay cad markhaati keena markii horena waa kii la yidhi wax cilmi mabaad haysaan markii horena waa kii lagu yidhi bal markhaati keena la yidhi waxaan inuu alla xaaraam yeelay markhaati keena hadday wax markhaati ku sheega keenaan adigu ha u qirina waa runtiin ha dhihin nabigu ma dhahaye yacni waa laga fogeynaya ha u garaabin baa la leeyahay hana raacin siday jecel yihiin hawada waxaa la yidhaha waxa qofku jecel yahay kuwa alla beeniyey oo aayadihii beeniyey hawadooda ha raacin kuwa aakhira beeniyey hawadooda ha raacin kuwa allahood wax barbar dhigay hawadooda ha raacin qul waxaad ku tidhaa halumma balla kaalay halumadaasi luqada carabta qolada ree xijaaz halumadan baa isticmaali hadduu tasine yahay hadduu jamac yahay iyo hadduu muannas yahay hadduu mudakari waa halumma un qolada ree bani tamim damaa'ir bay ku dari halumma halummu halummi bay ku darayaan qur-aankuna qolada ree xijaaz yuu ku yimid midda kale halumadu marna mafcuul bay qaadataa way tacadidaa marna mafcuul ma qaadata way halumma bal kaali hebelow mafcuul mal marka halumma waxaa keena waa tan oo kale marka qul waxaa tidhaa halumma balla kaalaya oo u yeera shuhadaaku markhaatiyaalkiinni alladiina shuhadadii yashhaduuna ka markhaati kici ana allaha alli xarama haadaa waxaan idinku aada xaaraam yeesheen inuu xaaraam yeelay fain shahiduu hadday ka markhaati kacaan oo markhaatiyaal u yeedhaan falaa tashhad ha u qirin oo ha ka markhaati kicin macahum cooda oo waa runtiin ha dhihin walaa tattabic ha raacin ahwaa alladiina kuwii jacaylkooda hawada wixii la jecel yahay baa la yidhaha qof dadka marba waxay doonaan iskaga camal fala walaa tattabic ha raacin ahwaa alladiina kuwii hawadooda kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey iyo waladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynin wahum iyaguna yacdiluuna barbar dhigay birabbihim rabbigood shay kale barbar dhigay qul waxaa tidhaa nabiy ilaahi maxamedow tacaalow kaalaya atlu aan aqriyo maa xarama rabbukum rabbigiin wuxuu xaaraam yeelay calaykum dushiina ka xaaraam yeelay kow allaa tushrikuu inaydan alla la wadaajin bihi allaa tushu inaydan la wadaajin bihi alle shay'an shayna fil cibaada wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan u samafal walaa taqtuluu ha dilina awlaadakum caruurtiina min imlaaqin gaajo ka baqid darteed faqri ka baqid ha u dilina
نحن أنك نرزقكم إذن كإذن أرزاقي يوئياهم إياقبا ولا تغربوها أدوانين الفواحشة حمانتا دنبقا فاحشكا ما ظهر وحي مغضاء منها فاحشكا كمده ظاهرة يوما بطن وحي قرصون وقلبي ندي أدكوها إسان ولا تقتلوا هدلين النفس النف التي نفتي حرم الله إلهي حرام يلي دل كيده إلا بالحق إن تكدشان ميان ذلكم صداس علم غفراء بدن يوصاكم إذين تردار مي به إسغا قل لي لعلكم تعقلون سياد فهمتان وصيادة عبد الله بن عباس وحليه وصيادة سورة أنعام دبدا يضعه وصيادة هذه اللي عمل فلو وحكا حماني مجنو مركا ميشن وحال إذين كحرام يلي بالي غاد أن حرام يلينا الأمرين باكتنا marka waxa la amray oo dhan meesha ku jira bil waalideen ixsaanan oo kale oo meesha ku jira didkiiba la xaram yeelo waxay ka dhigantahay caaqnimada idinka xaram yeelo bay ka dhigantahay caaqnimada waalidka u gargaara oo hadal xun ku dhihina oo waxay doonaan u sameeyaa oo waxa weey dhaqaaleeyaa yaani aqha noqonina meesha ku jirta waay shirkigana iska ilaaliya waalidiinta u sama fala arurtiina halaynina arabta waxa caadi ahay in arurta laaya qaar waxay u leen jireen gabdhaha oo kale gabadhan u ceeba isoo jiidi hadii filmada inta la qafaasho adoon laga dhigo ama ay wax ku kacdo ama muxuu aha ay guur weydo ay guumeys noqoto saasay ku dil jireen gabdha nimba waxa jiray sahabi aha hadii jeer uu murugaysanaan jiray nabiga ayuu warwaadii jeer wad murugaysantahay waa macay wuxuu yiri ya rasuulullah dambi weyn ayaan galay wuxuu yiri gabadh baa ii dhalatay fiican markaasaan damcay inaan gabadhii xabaalno loliyo hooyadeed baa ii ergeysay waan iska daayay gabadhii marka marna hooyadeed hadalkeedii baan eeg marna ceebta gabadha ay kaga soo socotaan ee gabadhii markay weynaatay yaan isayn karo hooyadeed baa waxaan ku yiri xeer baan soo booqan gabadha ay u dar qadar quruxsan bay wixii dhawaa sharaftay eel baan dul geeyay gabadhii baa fahamtay allah bahay dili allah bahay dili waan ku tuuray marka dhawaaqeedii baa igu daran buuri ilaam waa dul taagnaa dhawaaqeedii baabo marka sunnabi waad u layha marka gabdhaha saasay u dili jireen wiilashan iyo caruurta kalena waxay u leen jireen gaajo ka cabsi iyo u leen jireen iyo faqri bay u leen jireen marka waxa weeye sidaas oo kale wuxuu alla leeyahay annaga idin irsaaqayn idinka iyo iyagaba annaga irsaaqayn faaxishada waxa dambiga foosha xun ku qarsoon iyo ku daahira ha u dhawaanina naf aan alla xalaalaynin dilkeeda ha dilina saddex baa la dili intii nabiga la ogyahay qofka zaaniga muxsinka ah iyo qofkii naf dilay xaq darre ku dilay iyo qofka murtadka oo ridoobay saddexdaas uu nabigu sheegay waa la leen balay saddexda koob baa laga sii qul waxaad ku tidhaahdaa ta'aalaw kaalaya atlu an aqriyo ma harrama rabbukum rabbigiin wuxuu xaraam yeelay calaykum dushiina an ku aqriyo allah tushriku wa inaydan u shariyeelin bihi alle shay an shayna fil ibada wa bil waalidayni wa ahsinu usama fala bil waalidayni labada waalid ihsaanan usama fala marka meeshan waa amar marka waxa ku jirta wixii la xaram yahay waxa weeye xuquuqooda iska ilaaliya xuquuqul waalidayn wala taqtulu halaynina awladakum arurtina min imlaq faqrika absigi darti ha u laynina nahnu annaga narzuqukum idinka idin arzaqi iyo wa iyahum iyagaba wala taqrabu ha u dhawaanina ha samaynina lama dhayn ha u dhawaanina lay alfa waahisha xumaanta foosha xun ma dhahara wixii daahiray oo minaa kamida oo aad daahirseen oo daahirka u sameeyseen iyo wama badana wixii qarsoon oo qalbiga ku haysaan walaa taqtulu hadilina an nafsan naf allati nafsi harrama allah alla u haram yeli dilkeeda ila bil haqq in aad ku dishaan mooyee oo umursad yahay ama zani muhsin yahay ama isagu wax dilay daalikum sidaa masaa'isha faraha badan يوصاكم الله إذين تتعلم به شيئا لعلكم تعقلون سيئة فهمتان إنك الله إنك ربا إنا فهمنا ولا تغربوها أدواننا مال اليتيم أبون تحول هذا
إلا بالتي أدوانشه مويه هي يدو أحسن فيعنين حتى يبلغ إلى أقاره أشده حوقيس وحوقيسه وعقصن كره مالك أقوانت إسك إلالية داب الشقيمة له مويان أوناكسن وتجارة دي علمة دي لهم وتجارة وأم القلي وبير انت هذا بيرت وصوصار وزكادنا أقبح وأحيابها في عنا اللغو سمين بكمتين زكادنا أقبح وقنعص وتجارة وكي صحابة مركة آيات المغلين عيد الله عيدي أقوانك عنتا كوهيسي يا نبي قد دعوة دي أقوانتي بيقوني إساقر ديجان أقوانتي كاشي كوهي مركة قوني لوكر هدي العنوية وحمانة وبي نبي قال الله شهري مركة ساليني هداد إسلح قشان واحد باطاء ملك وولالهين هذا إسلح قشان والله يعلم المفسد من المصلح لكن إسلح قلك قفك خير وقتشيده إنه يقدر قاله وقتشيده يك وحبي سوق شيء ده ألو كل وجهه، مركا حوله هذي واسكت درسنا إنسان أقانتي، أدوات قعنت كويسين، لكن وحوال وضعونا إنسان، وحاعون كل دب ماله، لكن إياك هذا يشر، وحلت شيلان إياك أديان وحبك كل شيلوهاي، حتى أتوقف عادي هاي، وأنا وحبه إنسان، أجريدي سبوك قادم، حوله أقانت قعنت كويس، ولا تغربوها أدواننا، مال اليتيم أقانت حوله هذا، أقانت وقوة أبوه دنتي، أروح شقي لهين. إلا بالتي أدوانشه مويان هي يدو أحسن في عنايده وقنع سادة أم القلية وزكادة أقبحية حتى يبلغ إلى أقار أشده وحوقيش وكين صامره تجابية إنه مرشد هايو وحدقان كارو وفي عيه تجابية وكين صامره ووفر كي لميسك أوفية يو الميزان ميزانك بالقسط سعاد اللماء لا نكلفكم بشقين من النفس النفس إلا وسعها أود هذا مويان ميسك أي ميزانك أوفيه سفي عن أمي صدقك أو أمي صدق مركا إذوك كم ميسان إنسان يا مركا أمي صان إنسان أمي ميس إسكو شيء ها هذا واحد كم إنسان مركا لو حليه النفن لو ما مشق أيه ميسك أي كيلك دي حبض بحبض لو ما دي خرو مركا شيء كم ميس وحلاقي يابا إنه وحي ركض النادو ميس تدي له ربي مركا ميسان تصير أكله marka waxyaabaha aidan awood u lahayn allah wuu ka dhaafay way ilaa miisaanka boqolkiiba boqol ma miisaami kartid wuxun ba ka dhinaan kara wa ufu ufiya alkay la miiska ufiya yool miisaana wazanka bil qis fi aad limah oo idan iyagana dilalin oo aidan wax kasta wax ka qaadanin hada baabili oo kale laws baa lagu iibiya waxay gelinayaan bacay goosta ka gelin koobada ay kuugu misayaan qarkoodna intay koobada salka gargacan bay salka laftiis iyo kuugu meesi waa sidaas oo dad badan oo saayelan wuxuu wallaanu kallifu kuma shaqayn mayno nafsan nafna ila wasaa awoodeeda mooy macna miiska iyo keylka iyo waxa soo dhan qof boqolkiiba boqolkeeni kara ma jiro marka waxba dhibaato ma leh wadaa qultum hadal marka tiraahdan ama xukum ha ahaado ama marxaati haa difaacilu caadil lama sameeyo ولو كان هبا هذا كاد هذا الككل يدهين لا قربا قرابك وصاحبك ذات حكم في ليسه ولو كاد حكم ككل يد قرابة هذا هذا في عاد الماء قر ذات مرخاتك عيسه ولو كاد كم مرخاتك قرابة هذا هذا كم مرخاتك مرك وإذا قلت محسوس قلي مرخاتك يحكم كم محسوس قلي وإذا قلت مرخاتي لهذا هذا أو حكم أما مرخاتي فعدل عاد لما السماية ولو كان هبا هذا كله مرخاتك عي أما wax lagu xukumi da qurba qaraabo ku saaxiba wabi ahdi illahi ilahi balantisa ufu ufiya balanta aad magaca ilahi ku gashaan ufiya balanta aad bani aadam kala gashaan oo magaca ilahi ku gashay ila magaca ilahi baa lagu aamini ufi allah balanta aad la gashay ufi allah balanta inuu la galay waa maxay la ilaha illallah muhammadur rasulullah markayno nare ya inaynu caabideenan allah balan kula galay oo kaliya caabideen وبعهد الله ألا بلنتي سنة أوفو أوفية بلنت أت ألا مجلس كوجا شيء أما أت ألا بلب بلنتي أوفية ذلكم صداس يوصاكم إذين تردار ما به شيء ربكم ربكين لعلكم تذكرون سأدوا أنتم ربكم توافعلك ذلكم وصاكم ولا جرنا يا فاعلك ولا جرنا ذلكم صداس لإذين شو شيء يوصاكم ألا إذين تردار ما به شيء لعلكم تذكرون سئاد وانتون تان ضميركم حنق الإله وحينك حرام يالي
وأن هذا كان نبي الله محمد وقد كنت أجنته سرادي جيت كيجي وياه مستقيما أو توصف فاتبعوه راع جيت كان هذا النبي الله محمد وهاي وحيه وتبع ما يوحى إليك يا نبي إن بدن بالقيري وحال وحي ذا راع وكل غن جيت كاسوانا جيت كلام تشرو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سيدا سوتشي حي حريتم بوسا أوتشي حي حريتم أفر بدن أو كجرب شي حي وحولي جيت كي سراد جا مستقيم كها وكا جيت كان الشيء جيد والبشيدان باتاجن جيدتك وشيدان كتاجن يوحى كمدا قاردتك وحو يسوتاجي حق حرام عند قار وحو يسوتاجي حق الزناد قار وحو يسوتاجي حق أفلاجدد قار وحو يسوتاجي حق الدلك أنت صوّد مذ والبشيدان باتاجن وكا جيت كي مستقيم كها توس كها وندين عن أولي حنين وتوبيها كاسا جنة كوجين الله وحوليه وأن هذا كان الصراط جيد كي يجوي مستقيما حاله توسيه فاتبعوه الراعة ولا تتبعوها الراعين السبل ودوينك قلقلوا عن الراعين أو فتفرقوا إذن لك لتقبنكم إذنك عن سبيله شيطانك إذن لك لتقب هداد ودوينك قلقلوا عن راعنا شيطان بأيدي مقينه ملبا ملبا إذن سيقود بنا بركة ودما يشميسا أحبك قين إسك إلالية تفرق هذا فاعلك هذا وحن كدقنا شيطانك علماء الساسي كوفة سيرين ولا تتبعوها الراعين السبل ودوينك أو فتفرق إذن لك على تغو بكم إذن كعن سبيله وددي سو إذن كلا تغو ذلكم سداس وصاكم إذن تردار ما يقل به ذلكها أما به شيئا لعلكم تتقون سيادة الله أقب بغدان لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون سيادة الله عبدان تقوى ذا هدي كل جيل لا شيئون ضاع الله لا شيئين وعبادتي هي حمانسك إلى لنتين دي ضاع الله لا شيئون daacadu waa khayr samayntii taqwaduna waa xumaan iska deyntii way marka tanu labadiiba way ku soo galaya allah wuxuu ridaalkum sidaas yuwasaakum idin dadbaarin bihi shayga alle laalakum tattaquna si aad allah uga baqdaan u caabudaan ilaahi dadaranka wuxuu noogu sheegay inaan la ku caabudno summa atayna waan siinay muusa muusa alkitaba kitabki tawraadaha tamaman li ajli tamamin tamyeeli على الذي كيل تام يلي أحسن ونأسنا يو تفصيلا كلا كلا صارد يا كلا عدين لكل شيء شيء أرك كل جل عديه يوهودا هنون كتاب كا موسى الله كان والرحمة لعلهم وحيقولوا ويهن كتاب كا اسمه الكل الله كان يفهميان باللقاء ربهم رب يقول لكل كيس يؤمنون أين يفهميان كتاب كا موسى وحلاه كان تماما على الذي تفاصيل وحياة بدن بعلماء كير هذا متك إنه قدر إنه حوي شيء وناكسنا يو كتاب كرسي تام يلي شيء وناكسنا اللي آمن سنا يوضدي في عنايد يو كتاب كرسي تام يلي وشرحه تفسير كاسان كسو قادني وياب بدن بيشيغانو قارو حيرهن محسنين يالا تام يلي محسنين قارو حيره النبي موسى لتام يلي سداسان كدوستا إن شاء الله نور كتاب بان كسو هيري ثم أتينا وان مسينا موسى موسى الكتاب كتاب كتوريدا هابان سيني تماما لأجل تمام التام يلي على الذي كيل التام يلي أحسن وناكسنا أو شرعي وناكسنا يفكر ذيه وناكسنا يو كتاب كانوا تام يلي أو كلا عدين يو تفصيلا كلا صارد يا كلا عدين لكل شيء شيء لأركو كله شيء كستو أو خلط كتري أما لا يقيني أما خلضم كرا وكلا عدين وهدى هنوم بوي كتاب كاسي يو الرحمة الرحمة لعلهم وحي قدوا يهنوا كتاب كان نبي موسى الله كيري باللقاء ربهم ربي قل لكل كيس يؤمنون إني رميان كتاب كان نبي موسى وكا وهذا كان لقوس ودجيين كتاب وي أنزلناه عن دجيني مبارك أو خير بدن فاتبعوه الراعة واتقوا الله كبقوا كتاب كان كل رغمة لعلكم ترحمون سلي دين كل حريص إن بدن بقرآن كو نبي الله موسى tawreed iyo quraanka kariimka isku meel ku sheega oo isku daba sheega ama isku hor sheega in badan waxa weeye aad bay munaasab isugu yihiin oo tawreedi waxay ahayd kitaab weyn nabiga sifadiisana way ka sii warbixisay iyo dhaqankiisa iyo meesho ka dhalan doonay wixii way ka sii dhaqmaysay marka waa isu munaasab inta badan wehada kan ki nabi muusa waka wehada kan lagu soo dajiyay kitaab weeye azallahu an dajinay mubaarakun khayr badan فاتبعوه راعا
واتقوا الله كبقى وكتابك كردغما لعلكم ترحمون سليدين كن حريص ما كتابك مركا لوسو دجيين أن تقولوا لألّا تقولوا سيئا ندهن إنما أنزل والدجي الكتاب كتب على طائفتين لبقلوا ومن قبلنا نجهر ريي وإن كنا وإن حاليشاني كنا أن نقول نوحانون هاي لغافلين كوا هالماسن عن دراستهم أغرنتو كوا كتبتها هالماسن بان وحا كتاب كان ليدي كسو دجي سيئا ندهن هداد مشركو العرب تهين لبدا قولي نجهر ريسي أم كتب لكسو دجي من فهم إنه أنا أقول قذوة ومن قانو ما أغريكر سير إنساني إلا وديه كنا لما ذا قلنا كتبنا الجسودي أنا جن الجسود جينين مركم بيلان رأى أنا ماله كتب تود أنا ما فهم كره إلا إن عبري يسرياني بيكون قرينين الله وعلى كتابكم وحلو سود جي أن تقولوا لله تقولوا سأيضا نردهن إنما أنزل الكتاب وكتب الجسود جي على طائفتين اللي بقولوا من قبلنا أن جهرز ويهودي نصارى وإن كنا أن جونا إنه حال يساني كنا وحان النهاي عند دراستهم كتبتها أغرين توضا يددك سوحي أغرين الغافلين كوها الماسان فرت توضا بمن قانوي أو تقولوا لألا تقولوا سيئا ندهن لو أننا نزيل علينا هدين اللي قسوا الدجين لها الكتاب وكتاب لكنا وحان أهان لهين أهداك وكهن بدن من كوها حقوث لبدا مدن إنا إذان دهن إنا إذان دهن كتاب كاللبدي قولين نقوه ريشبا القسوا الدجين من أغرين نقان يدين عكلا إنا إذان دهن أنا قاعد دي كتابنا لقصو الدجين لها أنا قاعد كهانو بنانها سيدا درت هاد بالي دين قصو الدجين كتاب كان النبي الله محمد أو تقولوا لله تقولوا سأيضا ندهن لو أن أنجو أنزل هدي للدجية علينا دو شيء ذا الكتاب وكتاب لكنا وحنا أهان لهن هداك هو كهانو بدن منو كوا بركة الله وحلي فقجاك دات صادقه لهيدن تفقجاك مو بإذن يمين بينة المرخات عدبا إذي من ربكم ربكين إيا وهودا هنون والرحمة رحمة هداد ديه لهايدين أنا كتبنا لكم السودة جينين إيا قولنا نقول رسالة لكم السودة جينين إيا هداد ديه لهايدين هدي كتابنا لكم السودة جينين أنا كفي عنان لهايد وآكل لكم السودة جينين هذا هو إذن هريا له فالوحن سميسان بأل إيقا ياوي هذا الذي أعديه لهايدين فقد جاءكم إذين من بينة الحجعات ومن ربكم ربكات والنبي الله محمد لورد يا وهودا هنوني والرحمة الرحمة وران كوا وهودا والرحمة أغرس كيس والرحمة معنيه شو اللي فهمه والرحمة اللي هو عمل فلا والرحمة فمن أظلمه فمن أحد كيبا أظلمه كظلم بدن ممن أحد كذب بيني بآيات الله إله أيديه وسدف عنها كجيت سدي عريا كظلم بدن قرآن كريم كأقف كجيت سدي عريا كظلم بدن هذا الصحابة حديث نبا أبو هريرة أكلي عبد الله بن عمر نيم بحديث الشيعية قال رسول الله بنده وركاسوده هبل بسال سوله هاي وركاسه إني وقال رسول الله بقوله إني هبل بسال وبالله معناه وحنا كوضنا قرآن كهذا وقت كان حاضر كان شو قرآن ككريم كي حديث كرسول كواحلا بربنا كرامج ونن هذا هذا الشيء توت دور أيد السيدنا إلهنا وكل يعني قبل تبتيد السيدنا ما هو كله شيخ الباب بسال ما في ذي هذا كتاب هبل باب بنده ورد ثائس كنا فو قرآن كي باكنه سيدا الله بالكوار ماي أنا قاعد إذا سيدا ما وين هاي ستهام الداس أقوم بري ميل قري لليدا أن تجيب أمر فرنا إلى سيقوان وملين ويل خير كا يا آدانا هبين بدك هنا الصلاة خير من النوم بويدا صبح هنا الصلاة خير من النوم ولا نشاعي وحن كوري آدان كسيدو كوي ميد يوحي بانو شاعي الصلاة خير من النوم فإن بلال قدر أو النبي قول صحيح يا لبانو شاعي مركا كهرم بأدير كتير ثابان الآدان الصلاة خير من النوم مركز سويدي غير ورانا الشافعيان هاي بنتيس كذا قاف وردي أم الشافعيان هاي حديث ما بكون شيء جواسيه الشافعية ما حماسة كان مركز وين هي ستة أقوم قرآن كي واكن أنا عقيدة ذي جواسيه ده سكولي الله عليه سبحانه وتعالى فمن أحد كيف أظلم وكذب من بدن ممن أحد كذب بيني بآيات الله إلهي آيديه سبيني وسدف عنها كجيت سدي أو إنه برتا أما كعمل فلديني سنجي الله وأن أبا المرينا ينابور الذين كوا يستفون كجيت سدي عن آياتنا آياتها يجا سوء العذاب عذاب كأوجحهم بانكو أبا المرينا آياتها القرآن كان نك ديدة حديث النبي كان نك ديدة نبي الله محمد وددي سي كجيت عذاب بويا سنجي وأن أبا المرينا ينابور الذين كوا
يسدفون كجيتد عن آياتنا آياتها يق سؤال عذابي عذاب كأوجحن بسبب ما شيء سبب تبلو عذابي كانوا هاي يسدفون كجيتدين هدي حوي مسرني بدأ سنديدنا هاي بسبب كونه سادفينه ما دام مسريا مركزنا نشكجدينه بسبب ما شيء سببتي كانوا هاي يسدفون كوكجيتد حقي الله سبحانه وتعالى.